كان جاتنا الان وكنشكر بزاف الفنانين اللي انضموا لينا وضموا معنا اليد ديالهم داروها في يدينا، منهم السي حاتم ادار. اننا درنا الناس ديال الشيميوثيرابي، الناس اللي كيعالجوا بالكيماوي والشيميو اللي كيكونوا في ذاك الجو ديال الثقيل ونقطه بنقطه كتدخل مع العرق ديالهم. فدرنا واحد البادره اللي غادي نمشيو فيها بالمبادره، يعني بشراكه مع جمعيه قدماء نجوم الملاكمه المغربيه اللي كتراسها السي المحجوبي محمد محجوبي. درنا انه غادي نجيبوا المتطوعين ديال الفنانين سواء مغنيين او لا كوميدي، الناس كوميديين او لا ممثلين. هذيك الحصه غادي تسوي سبيكتاكل، يعني الحصه فيها واحد الساعه ديال 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 الفرجه. ملي كيدير بنادم لاشيمي وحنا كنديروا ليه واحد المسرحيه ما يحاش بديك لاشيميو، لان العامل النفسي مهم بزاف للناس ديال السرطان. بالنسبه للاطفال درنا واحد الفرقه معنا نعيمان ومعنا كذلك الحلاج في الالعاب السحريه، واللي عنده عيد ميلاد غنحتفلوا معاه. اللي عنده من الاطفال اللي عندهم سرطان وكيديروا لاشيميو ما غاديش يبقى يدوز عندهم لاشيميو غير هكا، كاينه كيتسناو الوقت امتى يدوز. راه كاين اللي عنده ساعه وساعتين وثلاثه السوايع وكاينه حتى ربعه السوايع اللي خصو يعرف الناس. انت يا نقول لك حاجه، غير ريح في كرسي ربعه السوايع ما دير والو بلا لاشيميو، ابقى مريح في كرسي ربعه السوايع شوف باش غادي تحس. مع الساك اللي عنده كيدخل ليه قطره بقطره مع العرق ديالو. دونك حنايا خدامين في هذا الشيء، وهذا هو الفنان الحقيقي. وكناشد كاع الاصدقاء ديالي وكاع الزملاء ديالي وكاع احبابي الفنانين اللي قادر عنده وقت فارغ يجي ويعطي واحد الابتسامه لهاد الناس. اللي عندي هي داك السيده ولا داك السيد اللي كان مضوبل في داك الفيراج في الطريق ديال الجبهه، لان شاءت الاقدار وربي سبحانه وتعالى نجانا من الحادث. لان كون كنا في الجهه الاخرى اللي على الحافه ديال البحر اللي حنا في الجبل غاديين في داك الفيراج، وهو جاي مضوبل في الفيراج ومشعل الفار اللي كيعرق يعني كيعيق الرؤيه، ودار واحد التجاوز معيب. هذاك التجاوز المعيب كنقول للناس ما تبقاوش ديروا تجاوزات معيبه خصوصا في الفيراجات وفي الجبال، وما تشعلوش الفار ملي كتكونوا غاديين في الطريق، راه كتقدروا تيتموا شي واحد على ولده ولا وليداته. شنو سبب الحضور ديالك؟ هو بطبيعه الحال ان السي حاتم ادار صديق ديالي، وانسان اللي هو مؤدب وخلوق وفنان محترم، الاعمال ديالو كذلك محترمه، وهذا علاش جينا باش نكونوا بجنبه في هذا الحفل ديالو هذا العرس ديالو. بالاضافه الى انه العمل ديالو في مسبع شارك فيه فنان اللي هو صديق ديالي وعزيز عليا رفيق بوبكر خويا، كاين في العمل كذلك كاين خويا اخر هشام عين الحياه اللي تعذر عليه انه يجي بسبب الجائحه ديال كوفيد اللي كنتمناو من الله انه يحمي العالم ويحمي الكره الارضيه وبلادنا من هذا الكوفيد هذا وهذا الفيروس، فما قدرش يجي لانه كيسكن ولا كيقطن في الديار السويسريه. عمل اللي خصنا نكونوا بجنبه، وانه انسان اللي هو محترم ولد الناس وكنحبوه كاملين وكنكنوا ليه كل الاحترام والتقدير. تكلمينا على الجديد ديالك. الجديد ديالي الان في القاعه ديال السينما المغربيه، باقي لحد الساعه فيلم الكنز من بعد شهرين فكيتصدر البوكس اوفيس، وباقي هو على راس البوكس اوفيس اللهم لك الحمد. كنشكر عمر غفران، سكينه درابيل، محمد الحوضي، جمال العبابسي، كاع الناس اللي كانوا سهروا على باش ينجحوا هذا العمل هذا، وباقي الحمد لله في القاعات السينمائيه. ومباشره غادي يكون عندكم موعد مع فيلم اللكمه انتاج نور الحق ويونس الله يرحمه، فيلم اللي حاز على لحد الساعه 5 ديال الجوائز، ثلاثه وطنيه وجوج دوليه، مهرجان الاسكندريه جوج جوائز، ومهرجان ديال طنجه ثلاثه ديال الجوائز. وغادي يكون عندكم موعد معاه من هنا للشهر القادم باذن الله. كاين شي عمل شهر رمضان؟ انا ما كنقولش شهر رمضان، كنقولوا اعمال على طول العام، ماشي بالضروري يكون في الشهر. حنا ما مرتبطينش بالزمان او بالمكان، بل مرتبطين بالابداع وبالصيروره، وحنا خصنا نستمروا في العمل الفني بالرغم من الاكراهات وبالرغم من بزاف ديال العراقيل. هادشي كاين في العالم كامل، ان عراقيل كما كنت
يعني ملي كتبدا كتنجح اي حاجه كتبدا تشير لك الاصابع وهذا ولو بالخير، فلا بدا كيطراو بعد التشويشات او بعد الدبدبات السلبيه اللي كتقدر تصيب اي واحد. فالحمد لله حنا ثقتنا في الله كبيره، ثقتنا في رضا الوالدين ديالنا كبيره، ورضا ولاداتنا كبيره، وفي الحب ديال الجمهور اللي كيبغينا وكنبغيوه كبيره. فما يمكنش لينا نقول لك الا ان كاين جديد، وكاين غادي يكون ان شاء الله جديد ماشي غير في رمضان، من غير رمضان. شنو الراي ديالك في المحتوى المغربي؟ ان محتوى فيهم يوتيوب يوتيوب كاين ناس زوينين في يوتيوب، كاين ناس زوينين كنشوف يعني في العالم كامل، في العالم كامل كاين اللي خدا اليوتيوب كاسترزاق. انا ما نتقبلش ان وحده تجي وتقول لك اللي ما دارش لايك الله يعطيه الكونسير، لان احنا كنا مع الناس ديال السرطان مؤخرا في بني ملال، في مؤسسه الاميره سلمى في بني ملال، وحضرنا مع الناس اللي عندهم السرطان. وانا عندي جدي مات بالسرطان، بات امي وبات ماما مات بالسرطان، وعمتي مات بالسرطان، وكنعرف شنو هو السرطان، وهذا الجمره هذا الميكروب الخبيث ديال السرطان.